سألت السؤال الشيخ اليوم بالنسبة لأنك تكسر صيامك من أجل تلبية دعوة. لا ما سألت ما الحجر فأخذ أسأل المسأل مقبول أسأل كنت أدرى مين أستاذ اليوم على فرض أنه عاشوراء مش اليوم يعني صيام عاشوراء وشخص عزيز دعاك إلى دعوة عنده دين على غداء وإذا لم تلبي يعني زعل تلبي ولا تكمل صيامك إذا ما لبيت شو يسوي يزعل لبي عاشوراء لكن إذا كان ما في محظور ما في يعني زعل من الرجل الداعي فيدعى له بس وبتم على صيامه يعني إذا عاشوراء هي مثل النوافل نافلة بس لها فضيلة رغم أنه نافلة لكن لها فضيلة خاصة فبالتالي تلبية الدعوة من بحكم الواجب نعم إذا دعاك المسلم فهو فالواجب أن تلبي دعوته فأصبح الواجب مقدم على النافلة يعني هذا هو لكن إذا قبل هو العذر يدعو له وساقط الدعوة ما قبل يستجيب